انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. هتبقى مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يشرفني ويسعدني أن يكون معنا النهاردة ضيف كريم وهو الأخ الفاضل الشيخ خضر الأحمد من لبنان، وهو من خلفية مسيحية وهداه الله للإسلام منذ فترة، وهيكلمنا اليوم عن موضوع مهم جدا، وهذا الموضوع بيشغل بال الكثير من المسلمين، ألا وهو لماذا يكره النصارى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحب المسيح. وزي ما حضراتكم عارفين أنهم كانوا بيكرهونا في شخصية سيدنا محمد منذ الصغر وفي الإسلام بوجه عام. أهلا وسهلا بحضرتك أخي الكريم. أهلا وسهلا فيك يا أختي نوها، الله يبارك فيكم يا رب المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرمكم الله. حضرتك موجز كده تعرف المشاهدين بحضرتك وبعدين ندخل في موضوع الحلقة إن شاء الله. يا رب اللهم أمين. أنا سبحان الله كنت جورج ملكي سابقا، وبفضل الله عز وجل أصبحت خضر الأحمد، وأسلمت الحمد لله من مدة كبيرة، يعني كان في بحث كبير كمان، وحتى وصلت بفضل الله عز وجل لكل الأدلة اللي بتثبت وتظهر أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا الإسلام هو دين الله عز وجل الذي يرتضيه لكل خلقه. هذا الدين هو دين كل الأنبياء. هذه القناعة اللي وصلت لها بفضل الله وخلال هالخمستعشر سنة تقريبا، دائما كان في بحث ودائما كان في بالسنين الأولى، حتى وصلت لها اليقين الحمد لله اللي أنا فيه الآن أنه أنا على طريق الحق، وإن شاء الله ما بدي هالرسالة تضل إلي، هالرسالة أني وصلها لكل العالم، لكل إنسان شو ما كانت ديانته أنه توصل بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال له لسيدنا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس. أنت أدن يا إبراهيم، وبتعرف صوت إبراهيم عليه السلام أنه قد بده يوصل، ولكن الله سبحانه وتعالى وصل هالحج إلى كل بقاع الأرض. فبتلاقي سبحان الله من كل فج عميق يأتون لحج بيت الله الحرام سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أنه يوصل صوتنا ويوصل هالهداية اللي الله أكرمنا فيها سبحانه وتعالى لكل إنسان صادق بهالأرض يستحق الجنة بإذن الله. فأنا أسلمت الحمد لله واعتنقت هالدين وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما لدي، وتركت كل شيء وراء ظهري حتى يرضى عني سبحانه وتعالى ويجعلني مثل للناس أو عبرة أو يجعلني سبحانه وتعالى كآية من آياته جل جلاله بهالنور اللي أعطاني إياه أنه أنا أنشره بهالأرض، ويكون إلنا الأجر العظيم إن شاء الله إن كان أنا أو أنت أختي نهى وكل إنسان أسلم عم بيوصل هالإسلام بصورة طيبة وبصورة حسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، في حديث آخر: خير لك من حمر النعم. فهذا أنا الحمد لله رب العالمين، إنسان عادي، إنسان حب رب العالمين، آمن فيه، واحد أحد مثل ما دلني سيدنا المسيح عليه السلام، ومثل ما قلت على قناتي تركت المسيحية ولم أترك المسيح.
فأنا ما تركت المسيح حبيبي سيد المسيح عليه السلام، وهو والأنبياء جميعا سواء عندنا، وهذا هو عظمة الإسلام. الله يبارك فيك يا رب. أحسنت أخي، ثبتنا الله وإياكم على الإسلام يا رب. آمين يا رب. آمين. طيب ندخل في موضوع حلقة اليوم، ألا وهو لماذا يكره النصارى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على الرغم من أن سيدنا محمد لم يكره شخص المسيح. تفضل. سبحان الله، يعني هذا السؤال أصلا يعني كان أنا أو أنت منعرف الجواب عليه، لأنه أنا والله كنت أكره المسلمين. تخيل يا أختي، والله كنت أكرههم، كنت أكره روح على مناطقهم لتشوفي لأي درجة، وكنت أقول لهم دخيلكم بختنق بس انزل لعندهم. أقسم بالله هيدا اللي كنت أقوله. سبحان الله سبحان الله. أي والله أي والله سبحان الله. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل شيء خبرونا عنه حتى يكرهونا فيه. نعم. حشاب، كذاب، كتب القرآن، ضحك على الناس، اغتصب النساء، قتل الناس وفوتهم بالقوة على الإسلام بالسيف. طب كل إنسان يعني شو بده يكون كل إنسان مسيحي، على شو بده يربى وعلى شو بده يكبر؟ كيف بدنا نحب أصلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأنا وأنت أختي نهى، لولا رحمة الله عز وجل، لولا رحمة من الله سبحانه وتعالى، والله ما كنا عم نتكلم بهالنور اللي الله أكرمنا فيه، إنه آمنا بهالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو رحمة للعالمين. لأنه كل اليوم المسيحية كلهم وخاصة بالشرق الأوسط كلهم عم بيعطوا آذانهم لمين؟ لزكريا بطرس، لرشيد حمامة، لماجي خزام، لا ماريوس فير، لا غيرهم وغيرهم وغيرهم. كل هول اختي والله والله عم بضلوهم ضلال، عم بيكذبوا على النبي كذب. والمشكلة انه قلة اللي بيروحوا بيقروا. مين اللي بيقرأ؟ الانسان الواعي، الانسان الفهمان، الانسان الذكي، الانسان اللي عايز يقرأ بحق. نعم. والانسان اللي متمرد، الانسان اللي ما بيقبل انه ينساق مثل الغنم الى الذبح، هذا الانسان اللي بيوصل. ومش كل المسيحيه هيك اختي، في كثير ناس اصلا، ان كان بالمسلمين وان كان بالمسيحيه وان كان بالهندوس وان كان باي دين، بتلاقيهم بينساقوا، هن خلقوا ليكونوا تابعين بس يتبعوا، منهم ليدرز، منهم قاده انه هن يقودوا الناس. فبتلاقيهم تابعين بيسمعوا بس. شوفي من التعليقات، واحد بيقول لي كيف بتقبل انه يكون انك تترك المسيح عليه السلام الطاهر وتتبع مغتصب للنساء وقاتل للبشر وكل؟ طب انت رحت قريت؟ طب رحت بحثت عن نبي الرحمة عليه السلام ولا سمعت لهيدول اللي عم بيضلوك؟ طب هل بحثتوا انتو؟ ولكن سبحان الله ما بيبحثوا اختي، بس عم يسمعوا. مشان هيك هالكره والحقد على النبي عليه الصلاة والسلام من وراء هالناس الموجودة. وطبعا هالناس ورثت من مين؟ من بولس الرسول. نعم. اللي هو الأصل بتكريه الأتباع سيدنا المسيح عليه السلام للنبي اللي بده يجي من ذرية إسماعيل. وبالتالي بولس تابع لمين؟ لليهود، يلي كانوا أصلا هن بالمدينة المنورة وكانوا ناطرين هالنبي. والله كانوا ناطرين، يروحوا يقروا الناس يا جماعة، والله الإنترنت صار موفر بكل مكان، روحوا فوتوا وبحثوا وقروه. كانوا ناطرين اليهود بقلب المدينة المنورة إنه يبعث منهم هالنبي. وكانوا يقولوا للأوس والخزرج، كانوا يقولوا لهم سيبعث منا نبي ونقتلكم شر قتله كقتلة عاد وثمود. تخيل. فلما سمعوا الأوس والخزرج بقلب مكة أنه بعث نبي، فقالوا أليس هذا الذي تكلمون عنه اليهود؟ هيا بنا نؤمن به قبل أن يؤمنوا به. فآمنوا العرب سبحان الله به، الأوس والخزرج، وبس عرفوا اليهود سبحان الله انه هو طلع من العرب من ذرية اسماعيل، كرهوه ولم يؤمنوا به. واللي بيشهد على هالشي الحبر حصينا،
الحبر حصينة هو أصلا تحول بعدين النبي عليه الصلاة والسلام غير له اسمه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو من ولد يوسف سيدنا يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. فحصينة إجا لعند النبي لما إجا على المدينة المنورة وشاف الناس إجوا ليشوفوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فطلع فقال هيدا وجه ليس بكاذب سبحان الله، بس شاف وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وسألوا إشياء كتير عندهم بقلب التوراة الأحبار هن اللي بيعرفوها، فأجاب عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له بس يا رسول الله اليهود قوم بغت يعني بيفتروا كذابين، فاسألهم عني قبل ما تقلهم أنه أنا أسلمت. ففات سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه اتخبى جوا، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام وراء اليهود فقال لهم ماذا تقولون فيه فلان؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال لهم ماذا تقولون إن أسلم؟ قال أعاذه الله من ذلك. قالوا له أعاذه الله من ذلك إنه يسلم. فظهر سيدنا عبد الله بن سلام قال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا إنه سفيهنا وابن سفيهنا. سبحان الله. سبحان الله، مباشرة قلبوا عليه وقالوا ما أسلم، لأنه أسلم كثير من اليهود وقتها ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ما أسلم إلا شرارنا الناس الشريرة. الرأي تغير. فهيدا الكره والبغت، والله في أحد الأحبار قال له الخادم تبعه قال له أهذا، بعد ما سألوا الأسئلة قال له أهذا النبي الموجود عندنا في كتبنا في الكتاب؟ قال نعم. قال أسنؤمن به ونتبعه؟ الخادم تبعه للحبر قال والله لأحاربنه ما دمت حيا. سبحان الله. لأحاربنه ما دمت حيا. وهيدا الكره هو اللي عم يوصل لقلوبهم. ورب العالمين تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم جل جلاله قال لهم قل إلن يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن الكريم لازم تؤمنوا فيه وتعملوا بها التوراة والإنجيل يلي أنا حاطت فيها صفات النبي عندكم. والله قال رب العالمين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، صفاته من وين بده يطلع وين بده يهاجر كله كان مكتوب بقلب التوراة. كرمال هيك ورقة ابن نوفل يلي كان عنده العلم قال له إني لأرجو أن تكون نبي آخر الزمان، إن الذي نزل عليك هو الناموس الذي نزل على موسى. وحتى الراهب بحيرة اللي هو أصلا بيتهموه أنه علم النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو تابع أصلا لمين؟ لآريوس الإسكندراني اللي بيقوله بدعة آريوس. والله تعرف شغلة اختنها أنه هيدا الصراع حول حقيقة سيدنا المسيح كان بين أتباعه، كان بين اللي آمنوا فيه، ناس قالوا لا هو نبي هو رسول، أنتوا كيف عم تعملوا هو مخلوق هو الروح القدس عم تجمعوهم مع الله، وناس قال لا هو الله المتجسد. واخر شيء طبعا انتصرت ب الامبراطور قسطنطين هو اللي اخر شيء عملوا هالعقيده وطلعوا القانون النقاوي القسطنطيني، وانا حكيت بهذا الموضوع بحلقه مطوله على قناتي. فتخيل انه حقيقه سيدنا المسيح مش هلا نحن عم نحكي فيها بالقران، هي من زمان اصلا. فكيف هالإشياء كلها ما بتعمل علامة استفهام عن الناس المسيحية إنه يبحثوا عن هذا الموضوع؟ فسبحان الله كان موجود كل صفاته، قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. في حدا بيضيع بولاده يا جماعة؟ والله في حبر من الأحبار قال إني أنا متيقن إنه هيدا رسول الله، هيدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الرسول آخر الأنبياء ورسول مكتوب عنا في التوراة، أكثر مني متيقن إنه هيدا ابني، لأنه نحن نعلم أنه هالتوراة من عند الله عز وجل، ولكن أنا ما بعرف زوجتي شو عملت من غير ما أعرف. أنا متيقن أنه هيدا هو رسول الله أكثر من متيقن أنه هيدا ابني. فتخيلي قديش سبحان الله هالكره كره اليهود انتقل بواسطة بولس لأتباع سيدنا المسيح عليه السلام، وظلوهم عن التوحيد وخلوهم يكرهوا كل شيء بيجي من نسل السيدة هاجر وبالتالي من نسل سيدنا إسماعيل عليهم السلام.
وبالتالي اللي هو سيدنا محمد اللي بيعرف أصله وفصله ونسبه من وين جاي، بدل ما يبحثوا عن هذا الموضوع اتبعوا بولس الرسول يلي هو أصلا من الفريسيين ومن اليهود وكان يقتل أتباع سيدنا المسيح، إجا لعندهم برؤية، مجرد رؤية أصلا مشكك فيها آمنوا فيه واتبعوا ورفضوا أنه يتبعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يلي هو معروف أصله أنه هو من نسل إسماعيل اللي قال له رب العالمين سيدنا إبراهيم لتتبارك ليتبارك نسلك في كل بقاع الأرض في جميع عشائر الأرض. فوالله العظيم أنا بتعرفي أختي لما يعني سبحان الله بعد ما صرت أبحث وشوف صرت أطلع أقول يا الله إنه كيف نحن معميين عن هالحقيقة يلي أعمونا عنها. والله لولا رحمة الله عز وجل يعني وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله بقول لها لأمي أنا وعم بحكيها لأمي سبحان الله بقول لها بتشوفي يا ماما قديش الله أكرمنا، بقول لها والله كنا رايحين على جهنم يا ماما، على يا أمي كنا رايحين على جهنم وبئس المصير لولا رحمة الله عز وجل، هيك لولا الله برحمة من عنده أكرمنا سبحانه وتعالى وخلينا نقشع هيدا الحق، لأنه في غشاوة في ظلمات على عيون الناس ما بدهم يقشعوا بس بدهم يسمعوا من أعداء الدين. فعم تسأليني ليش بيكره المسيحية النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ شو بدك أكثر من هيك أختنا؟ شو بدك بدون ما يبحثوا ها؟ بدون ما يبحثوا ويا ما ناس بتعلق على الفيديوهات يا كذاب يا دجال يا مدلس تبتبوان وأكثر 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 من كده بيتهمونا أفضل فعلا. وأنت والله بتعرفي أنت أختي نهى؟ تعرفي أنت لو قلت بمجتمعك أنه أنا صرت بوذية أو صرت ملحدة ما كان صار فيك اللي صار. أعلم أبدا. أعلم هذا بس لأنك أسلمتي، بس لأنه أسلمتي لله. ولك يا ريت النبي محمد عليه الصلاة والسلام إجي قلنا اكفروا بالمسيح عليه السلام أنا معي الحق لازم تتبعوني، ممنوع تؤمنوا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل. يا لطيف ما بتقشعوا أنه بالقرآن الكريم في سورة للسيدة مريم عليها السلام الله عم ببرئها عم بطهرها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سيدة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا الروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. احنا ما كنا نعرف مين الروح القدس لولا القرآن ما قالنا أنه سيدنا جبريل عليه السلام. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. مش مثل ما معلمونا بالإنجيل أنه كانت كاتبة كتابة على يوسف النجار وإجا بده يطلقها سرا حتى ما يفضحها لأنه كان زوجا بارا. طلعوا أنه سيدنا يوسف كان زوج بار وما بده يفضحها للسيدة مريم عليه السلام لما شاف بطنها كبران عم بيبين عرف إنه حامل. عم نام إجا ملاك الرب في المنام قال له يا يوسف إن امرأتك شوفي كلمة إن امرأتك عرفتي يعني مرتك حملت من الروح القدس فأتي بامرأتك إلى بيتك جيب مرتك على بيتك وخليها ببيتك. قال لما وعي جاب مرته على بيته اللي هي السيدة مريم وحطها بقلب البيت وعاشت معه قدام كل بني إسرائيل. كانت كاتبة كتابة متزوجة وكانت عايشة ببيت مع رجال. طب بالله عليك يا أختي منها الله سبحانه وتعالى لولا أنه برأ لنا السيدة مريم نحن ما كنا مفتكرين السيدة مريم مزوجة وقاعدة ببيت مع رجال. نعم ما كنا نعرف في مرة ورجال بيقعدوا مع بعضهم بقلب بيت واحد وما بيمسها وما بيقرب عليها وبتكون مرته عبطة بوسة حلاله مزبوط ولا لا؟
مظبوط صح. حتى برضو في إشكالية كمان، يعني اتهموا العذراء بالزنا لأن السيد المسيح، هي حملت بالسيد المسيح بدون أن تتزوج، ليه ما قاموش عليها الحد؟ أنا ذاك كان الحد معروف، حد الزنا هو الردم، ليه ما قاموش عليها الحد ده؟ السؤال ده أنا عرفته لما دخلت الإسلام، لأنه الله سبحانه وتعالى برأها لنا. بس أنا لكن بليك الفكرة إنه كانت عايشة مع رجال بقلب البيت وخلفت، قال لما بدها تخلف أخذوها على المغارة، خلفت بقلب البيت، لحم بقلب المغارة. طب ليه ما خلفت بالبيت؟ مثلا طب ليش الفكرة وين؟ يعني إنه راحت وطلعت خلفت بالطريق بقلب المغارة، ليه ما كانت عايشة مع رجال بقلب البيت؟ صحيح. وفوق هيدا وكله أختي نهى، شوفي لما الله يعطيك العقل وتفكري مظبوط، بني إسرائيل لما كانوا شايفين السيدة مريم عايشة مع رجال بالبيت ومزوجته وكاتب كتاب عليه وجابه وقعدها معه ولابسه، كانوا اثنيناتهم مع بعضهم، مين بده يصدق بعدين انه سيدنا المسيح من الروح القدس؟ قولي لي ده شوف هدش شيء طبيعي، زوج وزوجة وطفلت ولد، مستحيل. صحيح. بس لما الله تبارك وتعالى انزل القرآن وقال له فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، أنا لا تزوجت ولكنت مرة مش منيحة حتى أجيب ولد، فمن وين بدي أجيب ولد؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. سيدة مريم كانت عاشة كفلها زكريا لأنه ما كان ممنوع إما حنة وصورة آل عمران بتخبرنا عن السيدة حنة كيف ندرت اللي ببطنها، كانت مفتكرة أنه رح يجي ولد يخلص بني إسرائيل، ولكن اتفاجأت كيف إجت بنت، والله سبحانه وتعالى قال جل جلاله وليس الذكر كالأنثى، الذكر اللي طلبتيه مش مثل هالأنثى العظيمة اللي أنا أعطيتك إياها. ودايما أختي المشبه به أعظم من المشبه، مثل ما تقولي أنت الرجل كالأسد، هذا الرجل كالأسد، فهون الأسد هو شبهناه للرجل بالأسد لأنه الأسد أعظم بالشجاعة. فلما قال له وليس الذكر كالأنثى، هيدا الذكر اللي انت طلبتيه منه مثل الانثى اللي اعطيناك اياها. فاجت السيده مريم العظيمه عليها السلام، والله جعل زكريا يكفلها، وقعدت بالمعبد لانه ما كانوا يقبلوا بالمعبد انه يفوت تفوت بنت وتقعد بالمعبد، ولكن الله اكرمها وكفلها زكريا بقلب المعبد وقعدت تعبد رب العالمين. فلما بلشت تشوف بطنها عم بيكبر، ساعتها سبحان الله اعتزلت قومها وراحت لحالها، وهون خلفت تحت مثل ما قالنا رب العالمين تحت جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. طب ليه؟ طب مين بالله عليك بده يصدق على السيدة مريم؟ مين بده هالبنت العفيفة الطاهرة يلي ما مسها حدا وكلهم بيعرفوها وكانوا يكرهوا زكريا عليه السلام اليهود الأحبار، وكانوا يكرهوا عمران اللي هو بي للسيدة مريم عليه السلام. فأجاها المخاض قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهون في تفسير منه بتقول إنه سيدنا جبريل هو اللي نداها من تحتها، ومنه بتقول إنه سيدنا المسيح هو اللي نداها من تحتها، ولكن أنا مع إنه سيدنا المسيح عليه السلام اللي نداها من تحتها. ليه؟ لأنه سيدنا موسى عليه السلام لما كان في عصا بإيده وضربها قال له ألقها يا موسى وصارت حية، فولى موسى مدبرا ولم يعقب، هرب سيدنا موسى من الخوف. فتخيلي لو ما الله سبحانه وتعالى عمل له هالتجربة، كان لما زدت قدام فرعون وصارت حية كبيرة كان هرب سيدنا موسى عليه السلام، ولكن عرف سيدنا موسى أنه هي معجزة من الله. فالسيدة مريم بكرة رح تجي، رح نكمل الصورة، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شوفي هالمؤيد يلي فتسروا إنه الروح القدس وقال لهم سيرشدكم إلى الحق كله، لن يتكلم من عنده بل يتكلم بما يسمع وسيخبركم بما سيحدث. وسيدنا موسى النبوءة تبعه بالتوراة، سألقي كلامي في فمه قال الله سبحانه فينقل إليهم جميع ما أكلمه به. عم بيخبرنا رب العالمين أنه السيدة مريم حاشاها أنه تتزوج وتقعد ببيت رجل وتقعد مع رجال ويكونوا بنفس البيت، ممس بشر الطاهرة العفيفة عليها السلام. هيدا الإيمان الحق، هيدا الإيمان بالسيدة مريم وسيدنا المسيح، فأتت به قومها تحمله. فتخيل المشهد، عم تتخيل المشهد، اجت على بني إسرائيل ومع طفل بإيدها، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. شو هالشي العظيم اللي جيت في منين عندك هالولد وانت عملتي لنا حالك العفيفة الطاهرة؟ فأشارت إليه، دلت عليه، قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ عم تضحك علينا يا مريم؟ عم بتدلين على كيف بدنا نحكي معه؟ وهون إشت المعجزة، هون إشت اللي برأت السيدة مريم ليوم القيامة قدام كل البشر وخبرت اليهود شو صار. مظبوط، ما قال لهم المسيح عليه السلام سيشهد لي المؤيد المعزي، سيشهد لي وسيكون معكم للأبد. خلي حدا يحرف القرآن، مستحيل، هيدا رح يضل للأبد، هو اللي رح يشهد للسيدة مريم غصبا عن اليهود وغصبا عن اللي كل اللي قالوا انه سيدنا المسيح منه مرسل من عند الله وما نزل إلى الإنجيل. سبحان الله. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. أول كلمة نطق فيها سيدنا المسيح، وهون قلت لك إنه سبحان الله رب العالمين خلى سيدنا المسيح فناداها من تحتها ألا تحزني، كرمال ما تنقز لما يحكي وتكبه، لأنه لو ما عرفت إنه بده يحكي لما حكي هو وتحتها لما خلفته ما كانت أشارت إليه إنه هو رح يبرئني، ابني رح يبرئني وابني رح يجاوب. فأشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كان يصلي ببستان الزيتون، كان يدعي الناس إلى الله، كان هو نبي وكل وبقلب الإنجيل قالوا قد بعث فينا نبي عظيم، وهو قال لهم بقلب الإنجيل عن نفسه إنه لا يستحقر ولا يستهزأ بنبي، لا نبي بلا كرامة إلا بين أهله وفي وطنه، كان عم بيقول عن حاله عليه السلام. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بعد ما بيقولوا له بقلب الجد، ما لك يا امرأة، ما لك، ما لي ولك يا امرأة، يحكي مع أمه هيك عليه السلام، عليهما السلام، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت لم أرجع، لأن بعد ما مات عليه السلام، إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، رفعه الله حيا بجسده وبروحه حتى يأتي كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لأنه سبحانه وتعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وشكون، ساعة ابن الله، ساعة هو الله، ساعة هو شأن من الله نزلت ببطن مريم، ساعة هو الله اللي تجسد، قول الحق الذي فيه يمترون يشكون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما بتتفكروا كيف خلق آدم من دون أمه بي، ما بتتفكروا كيف خلق حواء من آدم، ما بتتفكروا كيف خلق المسيح عليه السلام من أم من دون رجل،
كذلك سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. ما خلى السيدة سارة أنها تحبل وهي كبيرة بالعمر وما بتجيب أولاد. ما خلى السيدة إليصابات المرته لزكريا أنه هي تحبل وتجيب يحيى اللي هو عنا كان يوحنا. الله سبحانه وتعالى قادر أن يفعل كل شيء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا المشهد يوم عظيم. وكلمة كفروا في كتير ناس ما بتفهمها أختنها. كلمة كفر يعني غطى الفطرة التي فطره الله عليها، لأنه المرء يولد على الإسلام، على الفطرة اللي الله فطرنا عليها. حتى كنت عم بحكي مع مرة سبحان الله مرة مع امرأة جارتنا، قلت لها ليش، قلت لها طب انت برأيك عم بدعيها للإسلام، قلت لها ليش نحن منتعمد؟ قلت لي تنسيب مسيحية، يعني إذا ما تعمدنا ما منصير مسيحية. صح ولا غلط يا أختي نوها؟ صح صح. طب ليش؟ شو يكون لأن إحنا ولدنا على الفطرة، إحنا ولدنا مسلمين على الفطرة، هم بينصرونا أو بيهودونا. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أهله إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو بيعملوه بوذي أو هندوسي أو على أي ملة هو خلق، ولكن نحن مسلمين لله مستسلمين مؤمنين. حتى لما يكون في طفل صغير لسه حديث الولادة ومريض بمرض ما ومتوقع عليه الوفاة، فبيقولوا الحقوا نصروه أو الحقوا عمدوه قبل ما يموت عشان يروح الملكوت مع المسيح. دي حقيقة، دي حقيقة. سبحان الله. هناك رب العالمين بيقول لهم بالقرآن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بقوله سبحانه وتعالى بنفس الصفحة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ صبغة الإسلام، ونحن له عابدون سبحانه وتعالى. بيرجع بيقول لهم تبارك وتعالى أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. إبراهيم شو كان؟ وإسماعيل شو كان؟ وإسحاق شو كان؟ ويعقوب شو كان؟ وبني إسرائيل شو كان قبل ما يجي سيدنا موسى اللي من بعده اجوا اليهود، وقبل ما يجي سيدنا المسيح اللي من بعده اجوا المسيحيين؟ صحيح. شو كانوا؟ كانوا مين؟ مسلمين. ولكن سبحان الله هيدا الكره والبغض يلي عمى كتير من الناس وما خليهم يشوفوا الحقيقة هو اللي خليهم يكرهوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما يؤمنوا فيه أبدا. وسبحان الله المشكلة إنه ما عم يبحثوا عن الحق، هيدي المشكلة، ويعرفوا انه هالنبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة. والله كان يقول انا رحمة مهداة لألكم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. تعرفي اختي قبل ما نختم ان شاء الله هالفيديو، الا اذا عندك كم سؤال بدك تسأليني اياهم. سبحان الله قريت مرة حديث عم بيقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابن مسعود رضي الله عنهم وارضاهم للصحابة جميعا، فعم بيقول له اقرأ علي القرآن. فقال له يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ إنه بقرأ عليك وأنت أصلا نزل. قال له إني أحب أن أسمعه من غيري، بحب إني أنا أسمعه من حدا تاني. فبدأ سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه بقراءة القرآن، فبلش بسورة النساء حتى وصل لقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك يعني وقف. قال فنظرت إلى أعين النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي تزريفان، عم يبكي عليه الصلاة والسلام. طب ليه بده يبكي؟ لأنه عرف الآية اللي بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
تخيل المشهد يوم القيامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كل نبي جاي شهيد على قومه يلي كذبوا، يلي كذبوا سيدنا نوح، يلي كذبوا سيدنا إبراهيم، يلي كذبوا كل أنبياء بني إسرائيل، يلي كذبوا سيدنا موسى عليه السلام، يلي كذبوا سيدنا المسيح عليه السلام، وبعدهم لهلأ كافرين فيه وعم بيكذبوه، ويلي كذبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من وقت اللي بعث، اللي عم بيتحارب هالدين أكثر من 1400 سنة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. تخيل المشهد، واقفين عم بيطلعوا هيك عم بيشوفوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي كذبوه، ويلي قالوا أبشع الصفات فيه، أبشع الكره. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أرض انشقي وبلعين، كيف كنت عم كذبوا لها؟ ولا بحثت ولا تعبت، بس حطيت الكره وسمعت لهالأعداء للدين يلي عم يضلوا الناس ورح يتبرأوا منهم يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بس مرة واحدة نرجع للدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. سبحان الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني بالأرض سوى فيني الأرض، ولا ارجع بس مرة عبدالي ارجع آمن بهالنبي عليه الصلاة والسلام. شو قالكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لك شو قالكم؟ لك بس قولوا لي تتكرهوها الكره كله، شو قالكم؟ كفروا بالمسيح عليه السلام؟ لك اليهود اللي كافرين بالمسيح عليه السلام واللي بيكذبوكم ومش عاملين لكم قيمه ولا عاملين لكم حساب، عم تتبعوا كتابهم. صحيح بيحبوهم بتتبعوهم وبيحبوهم. والله كنا نقول انه يستعمرونا اليهود ويرجعوا يفوتوا اليهود احلى من المسلمين، هيك كنا نقول. صح، اليهود كنا بنقول اليهود ولاد عمنا، انما المسلمين لا. اي والله، يعني الله اكبر، الله اكبر على هالكره. اجى عليه الصلاه والسلام يقلكن امنوا بالله واحد احد، امنوا بكل الانبياء. اجوا اليهود لعنده قالوا له شو بيقول قرانك يا محمد عليه الصلاه والسلام؟ قال لهم ان الله اصطفى مريم وطهرها عن نساء العالمين، والمسيح ابن مريم هو رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. في ناس كتير بيستدلوا وروح منه انه هو روح شقفه من روح الله، يعني من روح الله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله انا فسرتها قبل وبرجع افسرها للناس. لما اقول انا سقيت النبته من روحي، من مائي، سقيت النبته من مائي، هل انا 70% من جسدي ماء؟ هل بيكون من مي اللي بجسمي ولا من الماء اللي عندي؟ من الماء اللي عندي. فخلقه من روحه سبحانه وتعالى، أي من الأرواح التي عنده. طب ما آدم خلقه من روحه سبحانه وتعالى؟ كلنا من روح الله، كلنا من روح الله وبكلمة من الله. قال سبحانه وتعالى فنفخت فيه من روحي، لسيدنا آدم، ونفخت فيه من روحي. فسيدنا آدم من روح الله سبحانه وتعالى، وكلنا من أرواح الله، يعني من الأرواح اللي عند الله سبحانه وتعالى. تمام. مش من نفس الله تبارك وتعالى. فكلمته ألقاها إلى مين وروح من، فآمنوا بالله ورسله. فقالوا له أنت كمان بتقول عن المسيح أنه هو مرسل ونزل عليه الإنجيل، ما آمنوا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. بتشاركوهم بعداوة النبي اللي عم يشهد للسيد المسيح وللسيدة مريم، والقرآن اللي بيشهدن إلى يوم القيامة وما حدا قادر يحرفه، وبتتبعوا الكتاب التوراة يلي عم بيكذب الأنبياء كلهم ويتكلم عليهم بالسوء، وفي بلاوي سبحان الله انت وعم تقريه بتقولي شو هال يعني بيتكلموا بالسوء انه الانبياء زنوا، وحتى نسل سيدنا المسيح كله من الزنا، وجداته للنبي لسيدنا المسيح كلهم زانيات. طب كيف تآمنوا الانجيل اللي بين ايديكم؟ ما بتلاحظوا بالتناقض اللي فيه بين توحيد سيدنا المسيح وبين انه هو ابن الله، وبين انه السيدة مريم عايشة مع رجال بقلب البيت، وما بتقروا القرآن وتشوفوا تنزيه السيدة مريم
وتنزيه سيدنا المسيح عليه السلام من انه يعملوا فيه اليهود هيك، ولكن سبحان الله برجع كمية التناقضات الكبيرة الموجودة في الكتاب المقدس طلعناها وفندناها. هم رجال الدين المسيحي والقساوسة يعلمون الحقيقة ولكنهم يكتمون. سبحان الله، هم عارفين الحياة فين، بيضحكوا على الشعب. ما قال الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من جوا اتيقنوا والله إنه هيدا هو الحق، ما افتكره بالفاتيكان ما بيعرفوا إنه هيدا الحق. ولكن قال رب العالمين ظلما وعلوة، عرفتي؟ يعني ظلم وعلو واستكبار بالأرض، مشان هيك الله بيصرفهم سبحانه وتعالى. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله. فشو بدك أكثر من هيك أختي؟ مشان هيك ما بيقشعوا الحق. تعرفي مين بيقشعوا الحق أختي نهى؟ اللي بس قلبه طيب صادق بده عن جد الحق، ومش بس هيك ذكي عنده مخ يفكر بيحلل، مش بيتبع مجرد بس سبحان الله تابع للي عم بيكره الناس بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وانت ما شاء الله عليك على قناتك ما خليت شيء إلا ما تكلمت عنه وبينت كل الحقائق. الله يجعلها كلها في صحيفة أعمالك إن شاء الله. وهذا مش بس إنه مش بس أختي للمسيحية إنه يهتدوا، لكل العالم وحتى للمسلمين. أنا لما دخلت وشفت، بعد والله ما كنت أكره المسلمين، بعد ما فتت على بين المسلمين وشفت وهالسنين خلال هالسنين شفت إنه المسلمين هن سبب كمان كبير كبير بضياع المسيحية. كيف؟ تخيلي إنه أكثر المسلمين عم يتبعوهم بأعيادهم. يعني تخيل لما تشوف المسلمين كلهم حاطين إلا من رحم الله حاطين شجر الكريسماس بقلب بيوتهم، وعم يحتفلوا بعيد الميلاد، وعم يحتفلوا برأس السنة، وعم يحتفلوا بأعياد المسيحية. ما كده إكرار ضمني إن كده إكرار ضمني إن هم صح. طيب طب كيف أنا كمسلم كيف بدي أثبت له إنه قرآني هو الصح وإنه دين الصح؟ ما أنت عم بتشوه دينك وعم بتضله وعم بتصده. يعني بكرة شو بده يقول لله عز وجل؟ بده يقول له يا رب هيدا ما دعونا، هن كانوا عم يحتفلوا معنا يا رب، هن كانوا عم بيعيدوا قبلنا وبيشربوا الخمر قبلنا وبيروحوا بيفوتوا على كنيسنا قبلنا وبيحطوا الشجر ببيوتهم قبل ما نحنا نحطها، وعراس السنة بفرق أو بينبسطوا أكثر من إحنا. فعندهم عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، بس هن ما كانوا يعملوا شيء بعيد الأضحى وعيد الفطر مثل ما بيعملوا عنا. فتخيلي والله يا أختي نهى، تخيلي إنه أنا كل المسيحية اللي كنت عايش معهم ما في حدا منهم بيحط رمضان مبارك ببيته، ما حدا منهم بيحط أضحى مبارك، ما حدا منهم بيجيب خروف وبيذبحوا على عيد الأضحى. طب ما هني عم يعتزوا بدينهم، طب المسيحية عم يعتزوا بدينهم، طب ليه ما بتعتزوا بدينكم أنتوا المسلمين؟ طب ليه تابعينهم؟ ولكن برجع بعد ما بحثت وشفت ليش هيك المسلمين، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ستتداعى عليكم الأمم كما يتداعى القوم على قصعتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث. شفت كيف بيهجموا الناس على القصعة وبيأكلوا منها كلهم سوا، بيمدوا إيدهم بقلب الجات كلهم بصيروا يأكلوا. على هيك الأمم كلها بدها تهجم على أمة الإسلام، وهذا اللي صاير. كلهم أكتر دين هو الدين الوحيد اللي عم يتحارب بقلب الأرض من كل الملل ومن كل الطوائف ومن كل الأديان الموجودة بالأرض. سبحان الله. فتعجب الصحابة قالوا له أو من قلة نحن يا رسول الله، ليش نحن بدنا نكون قليل؟ قال لا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، أنتم يومئذ كثير، مليارين يمكن، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تعرف شو يعني غثاء كغثاء السيل؟ شفتي هالبوالين يلي والزبدة الرغوة يلي بتكون على السيل من فوق؟ فوم
ما إلا نفع أبدا. هيك الأمة إلا من رحم الله. مشان هيك مين عم يعتز إن المسلمين بدينه إلا من رحم الله؟ صاروا ما يقولوا السلام عليكم، بخافوا يقولوا السلام عليكم، صار يقولوا هاي وباي. وده هذا اللي شفته بالإسلام، والله هذا اللي شفته بالإسلام. يعني وين 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 الإيمان بالله عز وجل؟ قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بده يسألنا رب العالمين، بده يسأل المسلمين شو بلغتوا من هالقرآن. طب إذا أنا عم بحتفل مع النصارى، وإذا أنا عم بتبع النصارى بكل شيء، طب أنا كيف بدي أهديهم؟ وكيف بدي يكون أنا سبب بهدايتهم إذا أنا مني متمسك بديني أصلا؟ هن مستهترين أو مستهزئين بالمسلمين لأنه ما عم يعتزوا بدينهم اللي الله أكرمهم فيه وبشريعتهم يلي الله أكرمهم فيها. تركوا الشريعة. الروم والفرس اختنوها، كانوا يسموا العرب جنادب الصحراء قبل الإسلام، يعني أبابيط الصحراء. فلما جاء الإسلام صاروا أسياد العالم المسلمين العرب. والله سيدنا بلال، تخيلي بلال كان يباع ويشترى رضي الله عنه وارضاه، صار سيدنا بلال لليوم. تخيلي أسياد العالم، فتحوا العالم بالعلم والنهضة والتطور كله لأنه اعتزوا بدين. فنحن المسلمين اليوم بفضل الله عز وجل لما تركنا هالدين وتركنا الاعتزاز فيه فرجعنا جنادب الصحراء مثل ما كانوا يسموا الفرس والروم، يسموا العرب. لما نرجع المسلمين يرجعوا يعتزوا بدينهم ويدعوا إلى الله ويكونوا مخلصين ويطبقوا شريعة الله عز وجل ويطبقوا هالدين بحياتهم، ساعتها بإذن الله شوفوا كيف يدخل المسلمين، يدخل غير المسلمين إلى دين الإسلام، لأنه بيشوفوا المسلمين معتزين بدينه. هيدا هو. فدعوتي ودعوتك مش بس للمسيحية، دعوتي ودعوتك هي للمسلمين حتى يعتزوا بدينهم ويشوفوا شو هالدين العظيم اللي عندهم، وما يتركوا صلاتهم وما يتركوا تقواهم لله عز وجل، ويعتزوا بدينهم ويفرجوا للناس غير المسلمين قديش هالدين عظيم، يتبعوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام اللي إجا فيه واللي حذرهم منه. ولكن للأسف نسأل الله عز وجل إنه يجعل دعوتنا ويجعل تعبنا ويجعل اهتمامنا خالص لوجهه الكريم حتى يهدي به الناس سبحانه وتعالى. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. زي ما حضرتك برضو تكلمت وقلت ان النصارى اصلا النصارى ممنوع عنهم التفكير، بمعنى ان حتى لما بكلم حد مثلا نصراني عايز يعرف الحقيقة بيدخل محمل بكمية شبهات عايز يلقيها على الاسلام، مش داخل علشان يفهم، هو داخل علشان يتكلم ويلقي شبهات ربما انا اتزعزع عن ديني. هو داخل بأجندة، داخل هدفه ان يرجعني لورا، مش ان هو عايز يعرف الحقيقة. تيجي انت تعلمه الحقيقة وتقول له عندك وعندك وعندك، لا ما تكلمنيش في ديني، ممنوع التفكير خالص، يعني لا تشك في المسيح، ما تشكش في شخصية المسيح، ما تكلمنيش عن المسيح، هو جاي محمل بشوية شبهات. وده في حد ذاته غلط، ده في حد ذاته المفروض انت عشان داخل تتكلم عايز تعرف ايه الصح وايه الغلط، مش داخل تلقي شبهات بس وتخرج. الصوت لا اسمع صح، يعني اسمع. انا قلت قبل اختي نهى الكبايه المليانه ما بتنسع شيء، ما بتقبل ابدا. تفضي حالك اطلع من العلبه اللي انت فيها تتقشع الحق، لان طول ما انت مسكر عليك هالعلبه يلي حطوك فيها مستحيل تشوف الحق. صحيح، بلاش تأمن بالإسلام بس خليك في وضعية محايد، يعني إلا أنت مؤمن بالمسيحية ولا أنت مؤيد بالإسلام، خليك في وضعية المحايد واستقبل. اسمع، لقيت فكرك وعقلك ومنطقك رفض الموضوع خلاص ارجع تاني، ما لقيتش اتبع الحق. سبحان الله، ربنا يهديه. أقسم بالله يا أختي نهى، لو منروح عند محامي، عند محامي ملحد ما بيأمن بشيء أبدا، مش محامي، قاضي. إذا منروح عند قاضي ومنترافع عنده، قاضي ملحد ما بيؤمن بشيء أبدا، لا مع هول ولا مع هول، ومنطرح عليه يلي حضرتك حطيتيه بقناتك واللي أنا عم بحكي عنه بقناتي والأدلة والبراهين اللي بيناها،
مستحيل هالقاضي انه يحكم الا للاسلام. صحيح، مستحيل، منطق، عقل. بس لا، غيبي عقلك وغمضي عيونك وامشي وراي، ما تسألي ابدا. وعلى فكره يا اختي، اختي نهى، هيدا الايمان بالله عز وجل ودخول للاسلام بده حدا متمرد، بده حدا يقدر يكون واثق من نفسه، ما يكون ضعيف. لانه لما تكون ضعيف مستحيل انك تقدري تامني، والله بيعملوا فيك العمايل. ولكن لما تكوني قد حالك، واثقة من نفسك، شخصيتك قوية، بتعرفي شو بدك، الله تبارك وتعالى بيجعل لك الرهبة بقلوبهم، والله سبحانه وتعالى بأيدك وبيحفظك جل جلاله. وإذا متنا شهادة في سبيل الله فنحن مش أحسن من الأنبياء. اللهم اجعلنا من الشهداء يا رب. آمين يا رب. الله يرزقني ويرزقك الشهادة يا رب. اللهم آمين. هو أنا يعني صنفت النصارى لثلاث أقسام. أول قسم اللي هو مش قابل ومش عايز يتكلم وخلاص، وإحنا صح، ولو ما كنا صح وكنا غلط إحنا تنينا في الوضعية دي مش هنتغير. النوع الثاني عارف إن الإسلام صح، عارف إن الإسلام صح، لكن مش قادر يعمل حاجة، خايف من رد فعل المجتمعي، خايف من الخسارة اللي هيخسرها، سواء شغل سواء بيت سواء أسرة سواء كرة سواء هجوم من المجتمع المسيحي. النوع الثالث اللي هو زي وزي حضرتك، النوع الثالث أدركنا فعلا الحقيقة وبدأنا بخطوات اتجاهنا ناحية الحقيقة، والحمد لله ربنا هدانا واعتنقنا الإسلام. ربنا يهديهم جميعا. الحمد لله على كل حال. أمين يا رب. أمين. والله والله أنت تضحيتك أكبر من تضحيتي على فكرة. الحمد لله، إن شاء الله العوض عند الله. أمين يا رب. لأنه أنا ما كنت متزوج، وأنا ما أشطوني أولادي، وأنا ما، والمرأة دائما أضعف من الرجل أختي. فالله رح يكرمك إن شاء الله والله، ويرد لك أولادك ويرفعك ويعزك في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. لأنه بالأول بتكون صعبة وبتكون في تضحية، وكل الأنبياء ضحوا، هيدا الطريق صعب. حتى ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، تخيل عاش بس 90 سنة، يقول له للنبي كلمة عليه الصلاة والسلام، يقول له أرجو أن تكون نبي آخر الزمان، ويا ليتني كنت جزعا، يا ليتني كنت قوي حتى دافع عنك لما يخرجك قومك يطلعوك لبرا ويطردوك. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، هني راح أمخرجي بده يطلعوني برا؟ أنا من 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 أنا من قريش ومن عائلة من بني هاشم، وأنا معروف، كيف تطلعوني؟ قال له ما حدا إجا باللي أنت رح تجي فيه إلا وعودي. فما في حدا بيحمل الحق بهالحياة يا أختي إلا وهوجم، إلا عودي وهوجم وطردوه برا. فهنيئا إليك والله. الحمد لله، أنا فيهم أسبوع حسنة الحمد لله، ربنا يصبرنا إن شاء الله، والعوض عند الله إن شاء الله. وأنا واثقة يوم الأيام ولادي هيسمعوا وهيشوفوا وهيرجعوا يعني برحتهم، يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ربنا كتب لهم الهداية إن شاء الله. إن شاء الله رح يكرمك فيهم ويشوفوا هالمقابلة بإذن الله، ويشغلوا عقلهم ويفهموا ويوعوا قبل فوات الأوان، ويآمنوا بهالنبي العظيم، الرحمة المهداة لهالبشرية كلها قبل فوات الأوان. لأنه والله ما عارفين شو ناطرهم. لما النبي عليه الصلاة والسلام ظهر من الطائف، وكان عليه الصلاة والسلام هائم على وجهه قد ما عملوا فيه بالطائف، تخيلي إجاه ملك الجبال أرسل له إياه رب العالمين، وقال له جبريل عليه السلام، قال له معي ملك الجبال، أرسله رب العالمين. فقال له ملك الجبال اطلب، بس انت اطلب شو بدك يا محمد، ان شئت اطبق عليهم الاخشبين، سكر عليهم الجبلين ما بيضل منهم حدا، صلى الله عليه وسلم. ما كان في قال له ايه بعد ما سبحان الله وجهوا عليه الاولاد تيضربوه بالطوب بالحجر، قالوا عنه كاذب، قالوا عنه كافر، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مثل هلأ مغتصب، قالوا عنه ما، وليكي بعضهم ماشيين نفس الشيء سبحان الله، نفس الشيء بعضهم ماشيين بتكريه الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شو قال له عليه الصلاة والسلام؟
قال له لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، من يوحد الله عز وجل. شوف شو كان هم، شو الإسلام؟ لا إله إلا الله. لك ما المسيح إجا قالكم الرب إلهنا رب واحد؟ لك ما إجا قالكم لله للرب وحده تسجد وله وإياه وحده تعبد؟ ما قال عليه السلام أنا الله الحياة الأبدية هي أن يعرفوك كأنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. طب شو بدكم أكتر من هيك؟ شو جاي لكم النبي محمد عليه السلام؟ يا عمي الإسلام ممنوع أنه نحن نتكلم بسوء كلمة واحدة عن سيدنا المسيح عليه السلام. ما بتشوفوا كيف بكل السوشيال ميديا ما بيخلوا كلمة بشعة بالنبي محمد عليه السلام إلا ما بيقولوها. والله إذا بيطلع داعي لله بيتكلم على السيدة مريم عليه السلام أو سيدنا المسيح كلمة كفر بالإسلام وخرج وهو إلى جهنم خالدا فيها. صحيح. شوفوا عدالة الإسلام، هذا اللي إجا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام أو على أي نبي من الأنبياء. أمتى بدهم يوعوا يا أختنها؟ يا رب أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل هالمقابلة وهالفيديوهات اللي عم ننزلها، والله ما هدفنا أنه نحن نجرح بحدا، ولا هدفنا أنه نحن نطلع حدا منه منيح أو هو خطأ. نحن والله دعوتنا إلى الله وحده سبحانه وتعالى، بدنا ننجيكم مثل ما الله نجانا قبل فوات الأوان جل جلاله. صحيح. ونكون سبب بإذن الله ده نجتمع كلنا سوا بالجنة مع كل أحبابنا. يا رب يوصل هالكلام لقلوبهم ويستشعروا ويحسوا بالصدق يلي عم نحكيهم فيه والمحبة، إنه نحن ما بدنا إلا الخير لهم. يا رب يا أختي. صحيح. وإحنا في لقائنا هذا بنحس المسيحيين والنصارى على أنهم يفتحوا الكتاب المقدس وينفذوا اللي فيه. إحنا مش عايزين غير ينفذوا كلام المسيح اللي هو قال لهم أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هو بيقول أنا إنسان، أنتوا خليتوه إله. يعني أنا مش فاهمة، يعني هم على أي أساس بيعبدوه بيخلوه الإله؟ حتى اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد، كل الكتاب المقدس ما بيقولش ان المسيح اله. طب انا رح جاوبك على كلامك. طب انت وانا هل فتحنا وبحثنا الا لما شوي الله سبحانه وتعالى اكرمنا؟ ما كنا ماشيين مثل ما بيقولوا لنا. ما هي المشكله لما نحن نضل عاطين الدينه للقساوسه والرهبان، ونضل للاخوارنا، ونضل عاطين دينينا لماجي خزان وزكريا بطرس ورشيد حمامة، فأكيد نحن مستحيل أختي إنه نحن نقدر إنه نحن نشوف شو فيه بالكتاب المقدس. برجع بقلك ما بيسأل. تعرفي كم شخص مسيحي بيروح بيسأل لأبونا وبشارعه؟ تعرفي كم شخص مسيحي بيروح بيقول له طب هون مكتوب هيك، ليش؟ بيقول له يا ابني ما تكفر، ما فيش ما تفكرش ما عندهمش تفكير أصلاً. هيدا النبي المذكور بكتبنا، مين هيدا النبي؟ ليش عم ينذكر نبي؟ طب إذا نحن المسيح منه نبي عنا، طب ليش عم ينذكر نبي؟ طب ليه؟ بيقول له ما هالنبوءة بقلب التوراة، مثل ما قالوا لنا هالنبوءة بالتوراة عن المسيح عليه السلام. طب ما نحن المسيح منه نبي عنا، طب كيف هو أنتم عم تقولوا أن تفسروا هالنبوءة سيقيم لكم الرب إلهكم من بين إخوتكم نبيا مثلي؟ قال وسألقي كلامي في فمهم. طب ما أنتوا بتقولوا إنه الإنجيل منه منزل من عند الله، وهيك علمتونا إنه منه منزل. طب وين الكلام؟ سألقي كلامي في فمي، وين كلام الله؟ فين الإنجيل ده؟ فين اللي اتكتب عنه؟ فين الإنجيل ده؟ فين الشريعة اللي فيه يلي قال المسيح عليه السلام ما أتيت لألغي الأنبياء ولا الشريعة، بل أتيت لأكمل، أنا ما جاي أنقض. طب وين؟ بيرجع بيقول له هيدا النبي هو المسيح عليه السلام. طب ليه لما اجوا لعند يوحنا بشهادة يوحنا، ولا رح صور فيديو خاص عليه هيدا الموضوع، ليه لما اجوا لعند يوحنا المعمدان شهادة يوحنا ليسوع سألوا أأنت المسيح؟ قال لا لست إياه. قالوا له أأنت النبي المنتظر؟ قالوا له أأنت النبي؟ طب أنت هيدا النبي؟ طب ليش رجعت تكررت مع ديل هن اللي أصلا اجتهم النبوءة جايين يسألوا؟ وأرسلوا إليه من أورشليم الكهنة واللاويين والكتبة، إجوا يسألوه أنت المسيح؟ قال لهم لا.
قال له انت ايليا؟ قال له لا. قال له انت انت النبي طب اللي قالنا عنه؟ طب هم نبي ما بيعملكم ولا علامه استفهام مثل ما عامل لي وعامل لي مثل ما الله يهديهم وينور قلوبهم وقبل فوات الاوان، لانه والله ما عارفين شو ناطرهم يا اختي نوح، ما عارفين ابدا. شيء عظيم والله، اسال الله العفو والعافيه. اللهم امين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. فموضوع قبل ما نختم، موضوع حلقتنا لماذا يكره النصارى او المسيحيين النبي محمد عليه الصلاه والسلام، والنبي محمد عليه الصلاه والسلام يحب المسيح؟ لانه اولا ما عم بيخلوهم انه هن يعرفوا الحقيقه ويبحثوا، ثانيا النبي محمد عليه الصلاه والسلام يحب المسيح لانه كلهم اخوه، لكن كلهم سبحان الله ذرية بعضها من بعض، مثل ما قال رب العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا، نوح من آدم عليه السلام، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. آل إبراهيم كل اللي اجوا من نسل إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ومنهم سيدنا إسماعيل، ومنهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وآل عمران. وآل عمران فرد سبحانه وتعالى آل عمران، ليش؟ لأنه سيدنا المسيح ما قاله نسل، إجا من السيدة من الروح القدس، وما قاله سيد، فمشانك الله ذكر آل عمران كمان سبحانه وتعالى، لأنه آل عمران هني أصلهم من بني إسرائيل، هني أصلهم من بني إسرائيل، ولكن ذكرهم رب العالمين، يعني ما قال سبحانه وتعالى وآل إبراهيم بس، وقال آل عمران لأنه في سيدنا المسيح عليه السلام ما قاله نسل عليه السلام. قال رب العالمين ذرية بعضهم، فضلهم على العالمين، ذرية بعضهم من بعض، كلهم من بعضهم وكلهم إخوة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أنه نحن نؤمن بالسيد المسيح. عشان هيك أنا أقول تركت المسيحية، أنا ما تركت المسيح عليه السلام، لا نفرق بين أحد منهم من رسله. صحيح. في أجمل بالله عليك يا أختي نهى، أنه الإنسان يرجع إلى الله مؤمن بالله واحد أحد. أحسنت يا أيها المعلم أنك قلت أنه الأحد وليس من دونه آخر، وأن يحبه المرء من كل قلبه وكل عقله وكل قوته وكل ذهنه، وأن يحب قريبه وحبه لنفسه أعظم من كل محرقة وذبيحة. قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. في أعظم من أنه نعبد الله واحد أحد ونحبه ونخلص له المحبة والعبادة، نؤمن بكل الأنبياء والرسل اللي إجوا، نؤمن بكل الكتب اللي الله أرسله سبحانه وتعالى، نؤمن بالملائكة كلهم، ونؤمن بالله واليوم الآخر. في أعظم منا أنه نرجع مثل ما بيقولوا باكيج كامل، نرجع إلى الله عز وجل مؤمنين بكل شيء؟ في أجمل منا؟ هيدا الإيمان اللي بيقبله بس رب العالمين الإنسان اللي بيموت، وهيدا منه موجود إلا بدين الإسلام. أحسنت أخي، بارك الله فيك، فعلا ما أعظم الإسلام. اللهم ثبتنا وإياكم على الإسلام. اللهم أمين. اللهم أمين. أمين. بارك الله فيكم، وبشكرك أختي نهى على هالمقابلة، يا رب يجعل فيها الخير الكثير ويهدي الناس فيها ويعزك سبحانه وتعالى، وبتمنى لك من قلبي يرجع أولادك لحضنك إن شاء الله، مثل ما رجع سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ومثل ما رجع سيدنا يوسف عليه السلام لسيدنا يعقوب. فالله يرجع لك عليهم الصلاة والسلام جميعا، الله يرجع لك يا رب أولادك، وسبحانه وتعالى يعزك بالأرض ويهدي بك كل من سبحان الله يحبه الله عز وجل، كل أحبابنا ينهدوا فينا إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. وبدي أقول لكل إنسان بتابع الحلقة، كل إنسان بيعلق بتعليق وما بنقدر نجاوبه، الله يبارك فيكم جميعا، نحبكم في الله، الله يكرمنا وإياكم بالفردوس الأعلى، مثل ما جمعنا على طاعته، مثل ما جمعنا على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الإسلام، ويجعل يا رب هالمقابلات وهالفيديوهات سبب بهداية الناس يا رب، نجتمع معهم، لأنه والله ما بدنا، والله ما عم نسجل أبدا ولا عم نتكلم إنه كرمال بس نبين إنه هو الخطأ وهو ما بيسوى أبدا، والله هدفنا والله هدفنا نجيتكم، إنه ننجيكم، هيدا هدفنا بس،
فالله يبارك بكل المتابعين، بكل اللي عم يعملوا مشاركة للحلقات، بكل اللي عم بيعلقوا بالكلام الطيب لقلنا. الله يكرمكم وسامحونا انه ما عم نقدر نجاوب عليكم جميعا لضيق الوقت، ولكن والله نحبكم في الله. بس هيك حبيتوا ان شاء الله. أشكرك أخي، أحسنت ما شاء الله. وفي نهاية حلقتنا بتوجه بالشكر للأخ خضر على المعلومات القيمة اللي سمعناها. أشكرك يا أخ خضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.